أعزائي المشاهدين، أيضا في تطور لافت في حضرموت، قتل نحو 15 مسلح من تنظيم القاعدة بمعارك عنيفة مع القوات الحكومية بمحافظة حضرموت. وقال مصدر عسكري أن قوات عسكرية من النخبة الحضرمية هاجمت موقع للقاعدة في منطقة غيظة البهيش قرب مدينة ميفا حجر غرب مدينة المكلا، بعد أن حاول مسلح التنظيم التحصن فيه. وبحسب المصادر أسفرت المعارك عن مقتل 15 مسلحا وأصيب آخرين، كما ألقي القبض على العشرات من أفراد التنظيم، بالإضافة إلى إصابة عدد من قوات النخبة الحضرمية. معي الصحفي راضي صبيح من المكلا. راضي، أهلا وسهلا. راضي، حدثنا عن هذه الحادثة. نعم، أحدثك من مدينة تريم. أهلا راضي، من تريم، عفوا. طبعا هذه العملية للجيش بمحافظة حضرموت وتحديدا قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية والتي مقرها مدينة المكلا، قامت بهذه العملية التي تأتي لوأد أي عملية تموضع جديدة لتنظيم القاعدة في حضرموت بهدف لملمة وإعادة صفوفه وتواجد من جديد وإيجاد مقر للانطلاق لشن هجمات جديدة على قوات الجيش والأمن. نعم. تحاول هذه الجماعات المسلحة وتحديدا بعد عملية نهاية إبريل الماضي حين تمكن الجيش بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي من تشتيت وطرد عناصر تنظيم القاعدة من مدينة المكلا والمدن المجاورة، يحاول التنظيم الآن صنع منطقة جديدة تكون منطلق له لشن هجمات جديدة ولإثبات تواجده على الأرض. نعم، كم تبعد هذه المنطقة من المكلا ميفا حجر وهي غرب المكلا؟ تحديدا ربما تبعد 30 كيلو متر عن مدينة المكلا، المدينة العاصمة لمحافظة حضرموت. نعم، هل هي كانت مفاجئة أم رتب لها لهذه الحادثة بشكل استخباراتي دقيق، وأن هذا ربما يدل على صحوة للقوات العسكرية في المحافظة التي عادة ما تكون هي الغافلة وهي من تتلقى الضربات من القاعدة، عكس هذه المرة أن القوات الجيشية التي كانت مهاجمة وهي التي أستبقت تجمع عناصر القاعدة في المنطقة؟ بحسب بيان صادر مساء هذا اليوم للمنطقة العسكرية الثانية، أكد أن هناك معلومات حصل عليها استخباراتيا تفيد بأن مجموعة من تنظيم القاعدة تحاول التموضع في هذه المنطقة غرب مدينة المكلا وتحديدا في مدينة بروم المجاورة لمدينة المكلا. بحسب هذه المعلومات الاستخباراتية تحرك الجيش فجر أمس الثلاثاء لمهاجمة هذا الوكر، وبالتحديد استطاع قوات النخبة الحضرمية بحسب بيان قيادة المنطقة العسكرية الثانية من القضاء وأسر أكثر من 30 عنصر من تنظيم القاعدة، إضافة إلى مقتل 4 من قوات النخبة وإصابة 12 آخرين. نعم، راضي صبيح الصحفي متحدثا معنا من تريم، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث المنتصف أو استوديو المنتصف عفوا. أشكر أحمد شماخ رئيس مؤسسة المالي والاقتصادي للدراسات، وأيضا أشكر الصحفي محمد الجماعي المختص بالشأن الاقتصادي، وأيضا الخبير محمد جسار، وأيضا الخبير العسكري محمد جسار، العميد محمد جسار، وأيضا الرائد دكتور عبد الفتاح البصراوي ركن التوجيه باللواء 133، وأيضا الصحفي راضي صبيح متحدثا معنا من حضرموت. أعزائي المشاهدين، الشكر لكم أنتم أيضا على حسن متابعتكم، على أمل لقاء بكم في منتصف آخر.